اسمي حمدي حسن، شغال في شرم الشيخ. تعرفت طبعا على مراتي هناك في شرم، اتجوزنا، ربنا رزقنا بالجميلة تيا من 8 شهور. كان اول اعلان ليها، كان فتحت خير على وشها الجميل لناس كتير، والحمد لله رب العالمين. كان اول اعلان حصل فيه موقف، كان الموقف المفروض يلغي الاعلان وتحصل فيه مشكله كبيره، لما جه مدير اللي هو صاحب شركه الانتاج في روسيا وشاف الشوت ده، قال طبعا لو قعدنا 100 سنه مش هناخد الشوت ده، ونزل على كده. وكانت هي فتحت الخير على الشركه نفسها اللي هي صاحبه المنتج، ومن هنا طبعا انتبهوا لها علشان عندها عين زرقاء وعين خضراء، يعني فيها تشكيله مش روسيه صريحه. بتغني، بترقص باليه، بتحب حاجات كتير، الرسم برضو. واحده واحده معاها اتاخدت في كذا اعلان تاني، بهرتهم، وطبعا صورها ماليه كل روسيا. فدي كانت اول حاجه رشحتها للجائزه. مامتها طبعا هي الجندي المجهول في الموضوع كله، نبهتها طبعا للموضوع ايه، وبقينا نضيف عليها بقى العربي والروسي الانجليزي كده. استلمت جايزتها اصلا اللي هي ملكة الجمال، استلمتها يوم عيد ميلادها اللي هو اخر عيد ميلاد، مردوش سلموها لها اخر السنة، سلموها لها يوم عيد ميلادها علشان تبقى فرحة. بتتكلم عربي، ممكن يعني هي بس شوية كده مزاجية، يعني ايه زي اي طفل، دي 5 سنين بس مش اكتر، يعني ممكن تكون عينيها على الاطفال بيلعبوا شوكولاتة. وهي اصلا موضوع حكاية ان هي عينيها على الشوكولاتة وبتحبها، هي كانت فتحة كتير لما مدت ايديها في الاعلان وكلت شوكولاتة. انا حمدي حسن، ملكة جمال روسيا، انا 50. شكرا. احنا عايشين في شرم كمان، ومدرستها حاليا في شرم، يعني هي حضانتها كانت حضانة روسي في شرم، وبعد الحضانة قدمت لها في مدرسة، ومدرسة روسي برضو، بيعلموها طبعا عربي وانجليزي روسي في جميع اللغات، والماني وشوية ايطالي. هي المفارقة الحلوة في الموضوع اللي تشرف طبعا اي حد مصر واي اب بالذات، يعني ان روسيا هي بلد الجمال في العالم، الكرة الارضية ما فيهاش الا روسيا اللي هي احلى بنات يعني. وربنا كرمنا الحمد لله ان هي تشكيلة الميكس دي جابت لنا الجايزة، فدخلت التاريخ. والشهر الجاي ان شاء الله الشهر الجاي في مسابقة ملكة الكون في امريكا. وطبعا ملكة الكون دي هي بتترشح اوتوماتيك لان هي ملكة جمال روسيا. في بقى ملكة جمال من كل دولة بيلموا كله، بيشوفوا المواهب، الموهبة قصاد الجمال وحاجات كده كتير. وان شاء الله بس دعوات كل المصريين ان الجايزه دي تكون من نصيب مصر، مش بنتي، مصر، نجيبها مصر، هتبقى اول مره تخش مصر زيها زي جايزه ملكة جمال روسيا. يوم